السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شيتاكوك. وصفتنا اليوم غادي نشارك معكم الفلون كيك شوكولا كراميل. بصراحة هذا الكيك جد سهل وبطريقة جد مبسطة. كنتمنى هذه الوصفة أنها تنال الإعجاب ديالكم، وخا أنها غنية عن التعريف. هذا المنبر كنشكر جميع الناس اللي كيخليو لي تعاليق زوينة، وإلا كنتو أول مرة غادي تشوفوا القناة كنتمنى انكم تشتركوا في القناة، ولا بغيتوا يوصلكم الجديد ما عليكم الا تفعلوا الجرس. كنخليكم مع الوصفة وفرجة ممتعة، وكنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. المهم الحاجه اللي غادي نبداو بها الاولى في هذه الوصفه، غادي نبداو بالكراميل. غادي نديرو تقريبا كاس ديال العنبه نتاع السكر، وداك الشيء كيبقى على حساب المول اللي عندنا. وانا هنايا غادي نستحق كاس ديال العنبه نتاع السكر. غادي نخليوه حتى كيذوب وغادي نرجع عندكم ان شاء الله. المهم كما كتشوفوا هنايا الكراميل بدا كيذوب. راكو عارفين بان الكراميل ضروري خصها تكون نازله باش ما يتحرق ليناش، لان الا وصل حتى تحرق خصنا ضروري نرميوه، سينو غادي يعطينا المروريه للفلون كيك ديالنا. المهم هنا غادي نخليو حتى كما كتشوفوا حتى كيذوب كاس السكر، ما كيبقاش هاد الحبيبات هنايا. ضروري النار تكون نازله بزاف. المهم هنا كما كتشوفوا الكراميل ديالنا ها هو مشاو منه كاع دوك الحبيبات. هنا كما كتشوفوا غادي ننزله في اي نوع ديال المول اللي عندي. هنا على حساب غادي نبداو نديرو كشفتو درنا الكراميل، الان غادي نبداو نديرو لو فلون. على حساب لو فلون غادي نديرو 5 ديال البيضات كما شفتو. كما درنا 5 البيضات مع كل ملعقه مع كل بيضه غادي نديرو معلقه نتاع النسلي، وغادي نخلطو مزيان. الناس اللي بغات دير السكر دير السكر، مي كنعرفو بان النسلي كيعطي بنة حسن من السكر. هنا كيحركنا النسلي والبيض. هنا غادي نعطيكم العبار ما يعادل، غادي نديرو 3 الكيسان ونصف ديال الحليب، ما يعادل 500 غرام، 500 ملي ديال الحليب. وهنا غادي نضيفو له الفاني. الفاني يكون على بودغ او ليكيد، وغادي نحرقو مزيان. وهنا غادي نخليوه جانبا. كما شفتوا هنايا عندي 3 ديال البيضات اللي غادي نقسم البياض على الاصفر. المهم البنات هنايا انا كندير طريقتي في الكيك اللي كنفرق البياض على الاصفر، بصح نتوما تقدروا ديروا اي نوع نتاع الكيك كتعرفوا ديروه. الكيك العادي اللي كنخلطوا كلشي خطره واحده. هنا في هاد 3 ديال البيضات غادي نزيدوا تقريبا نص كاس ديال العنبه نتاع السكر، ما يعادل 50 غرام. هنا كنشدو كنديروه بالباتور الكتريك كان حتى كيبيض. هنا كما شفتو من بعد ما بياض الخليط غادي نضيفو عليه نص كاس ديال الزيت نتاع العنبة، ما يعادل 50 غرام. غادي نضيفوها تدريجيا. هنا كما شفتوا من بعد ما دخلنا الزيت، هنا الاول كنضيفوا 50 غرام ديال الكاكاو يكون مر، نصف كاس ديال كاس العنبه،
وغادي نخلطو مزيان. من بعد ما كنخلطوه هنا في هذا الخليط ديالنا اللي درناه هنايا، غادي نزيدو فيه نص كاس ديال الماء يكون دافي. نص كاس ديال الماء يكون دافي، هذا هو السر ديال الكيك ديالنا باش يجي خفيف بزاف. وهنا غادي نضيف في نفس الكاس اللي درت فيه الكاكاو، غادي ندير فيه الدقيق الابيض نصف ديال الكاس ما يعادل 50 غرام. هنا غادي نزيد عليها البيكنج باودر ما يعادل 11 غرام وغادي نخلط مزيان. هنا غادي نطلع البياض البيض ديالي. المهم هنايا غادي ندير بياض البيض، دائما البيض يكون على درجة حرارة المطبخ. هنا غادي نزيد عليه قبيصة ديال الملح وغادي نطربو بالطراب. هنا كما شفتو من بعد ما طلعت البياض البيض ديالي غادي نضيفوه للخليط. كما شفتو الخليط راه دار المفعول ديالو، وهنا كنضيفو له بياض البيض. هنا بهادي الاولى غادي نرخفو به، وكنضيفو النصف اللي بقى. هنا كنكون خلطنا الخليط ديالنا ديال لو كيك. سمحوا لي البنات، ما عرفتش هنايا كي تقطع الفيديو وما رديتلوش البال. هنا كان فوق داك الكراميل كان نصفيو فلو وكنحطو فلو، من بعد كنحطو الكيك كنحطوه على فلو. المهم هنايا كما كتشوفوا ها هو هنا راه عاد خضر. المهم هنا كنجيبو واحد الاناء كنديرو فيه الماء يكون سخون، غادي نديرو فيه شوي ديال الماء وغادي نحطو فيه لو كيك. كما شفتو انا درتو هذا، نتمنى انكم تكونوا تشوفوا مزيان، بان انا درتو هذا طويل لتحتاني باش ما يبقاش يدخل لي الماء، لحقاش راكم عارفين بان الماء ملي كيبدي يغلي يقدر يدخلنا في لوكيك وديك الساعه يقدر يضيعنا. هنايا كنديروه هنا زين، ولا ما عندناش كنديروا الماء ننزلوه. والان غادي نديروه في الفرن على 160 او 180 على حساب الفرن لمده ساعه. المهم البنات ها هو ملي كيطيب، كما شفتوا هنايا انا ديجا كنت كنجرب واش طاب ولا ما طابش. المهم كنحشيو فيه هذا العمود، الا شفناه خرج نقي عرفوا بان راه طاب مزيان. خد لي بالضبط ساعه، وراك عارفوا بان كينزل. هنا كما كتشوفوا كنقطيوه بهذا الورق، كنشدوه كنطيوه بابي فيلم، كنخليوه في الفريغو لمده ليله كامله ومن بعد غادي تشوفوا النتيجه. المهم هنايا باش كنحيدوه ضروري ما كنحرفوه من هاد الاطراف. المهم هنايا من بعد ما كنحرفوه بالموس كنجيبو الطبسيل اللي غادي نديرو فيه التقديم ونقلبوه في ليفي في لافابو، سينو غادي يقدر يكون فيه الكراميل بزاف ويوسخ لنا كلشي. المهم البنات ها كي كيجي الديكور كيبقى على حساب كل واحد. كما شفتوا انا غادي ندير له هاد الوريدات اللي كنديروهم بالشوكولا، ان شاء الله دروك نشاركهم معكم كيجيو ساهلين. الورود ديالي كنحطها على هاد الطريقه وعلى هاد الشكل. الا كنتو باغيين شي فيديو مختص بالورود ما عليكم غير لا تخليوهم لي في التعاليق.
من هذا المنبر كنقول لكم شكرا على تعاليقكم، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الأحباب والأصحاب، وما تنساوش لي لايك. وكنقول لكم نتمنى أنكم تجربوا الوصفة وتخليوها لي في التعاليق، وبالصحة والراحة.